مرحبا، مجموعة أخبار جديدة من مختلف منصات السوشيال ميديا ودول العالم جمعنا لكم إياها بحلقة اليوم من لوجين. لهيك خلونا نتعرف سريعا على العناوين. البداية، عربية ونيران مخيفة عم تطلع من تحت الأرض بلبنان، وخبر صادم حول سيلين ديون زعل كل محبينا، وبثالث أخباري حنمرق لعند فيديو للص عم بيلاعب كلب الحراسة خلال السرقة وعمل جدل واسع. أما تحت تأثير البنج فممكن نتصرف تصرفات كتيرة وممكن تعبر عن يلي بقلوبنا. هي كانت العناوين، التفاصيل من بعد ما نعمل أول لوجين على تويتر. انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو كتيرة بتظهر حجم الحريق الكبير يلي اندلع بلبنان، فصارت النار تطلع من الأرض بشكل مخيف جداً. ومع انتشار هذا الخبر وأيضاً الفيديوز يلي رافقته وبصعوبة كبيرة، حاولت أجهزة الدفاع المدني ولمؤازرة العديد من الجهات العاملة على العمل على إطفاء الحريق يلي نشب، وتبين لاحقاً أنه كان داخل أحد معامل القماش. ومع معاناة استمرت تقريباً 4 أيام، بقيت الفرق عم بتواجه صعوبة كتير كبيرة بإخماد هذا الحريق يلي عم نشوفه للأسف كبير وبشكل واضح، وبوقت حذرت العديد من الجهات من خطورة هالحريق. وبهيك مواقف بالتحديد الكل مفروض يجتمع، سواء من الناس أو المواطنين أو حتى الموجودين بالمكان والجهات الأمنية، ويحاولوا السيطرة على هذا الحريق. وعلى الرغم من محاولة الكتار أنه يسيطروا عليه، إلا أنه قسم كبير من الناس يلي هن أساساً رواد مواقع التواصل المختلفة اكتفوا بإطلاق الأحكام والتأويلات على السوشيال ميديا، ويلا نعمل أحزاب سياسية ومننسى الناس يلي ممكن تتأذى. بالنهاية الحريق صار بمعمل ومستودع قماش كبير، ومن تقنيات إطفاء الحريق يلي ممكن يكون بهذا الحجم هو أنه ينعمل له فتحات بالأرض لحتى يقدروا يسيطروا عليه ويطفوا. طبعا في كتير من الناس قالوا أنه هاي المرة، أو يمكن وجهوا اللوم لرواد السوشيال ميديا بهذا الموقف بالتحديد، أنه تحليلاتكم وفلسفاتكم احتفظوا فيها هاي المرة لحالكم، واعتبروا انه اي حدا معرض يصيبه هيك نوع من الحوادث وبلحظة ممكن يخسر رزقه وبيته، فخفوا شوي علينا. يعني الله لا يضر حدا، وان شاء الله الصحة والسلامة لكل الاخوة بلبنان. اكيد تاني اخبار جولتنا لليوم وتاني لوجين على فيسبوك. وبتاني أخبار جولتنا لليوم حنروح لعالم السليبريتيز يلي منتطرق له بأوقات كتيرة وقت يكون في خبر تريند وعامل حالة من الجدل على السوشيال ميديا. وسبق وخبرتكم عن النجمة الكندية سيلين ديون يلي أثارت قلق جمهورها ومحبينا وقت حكيت عن تطورات حالتها الصحية، وأكدت أنه بعضهم عم بيعانوا لإيجاد العلاج المناسب لمرضها يلي هو اسمه متلازمة الشخص المتيبس. ولكن الشيء يلي أثار صدمة جديدة بين الجمهور أنه للأسف عم بيكون في صعوبة بتأمين علاج دائم لهي الحالة، على الرغم من متابعتها أو متابعة الحالة من قبل ديون مع كبار الباحثين بهذا المجال، ولكن للأسف حالتها عم تتطور وعم ما عم توصل لمرحلة التعافي لأنه يا دوبا عم تقدر أنه تحرك جسمها. طبعا النجمة الكندية ممكن وبحسب مصادر مقربة أنه ما ترجع للمسرح أو للمسارح الغنائية بالمستقبل القريب، على الرغم من أنه عم تبذل مجهود كتير كبير كرمال تلاقي جمهورها عن جديد. طبعا الاضطراب بسبب تشنجات عضلية وما بيسمح لها أنه تستخدم أحبالها الصوتية كرمال تغني بالطريقة يلي أساسا هي تعودت عليها. أما بالنسبة لجمهور سيلين فتعاطف معها وبشكل كتير كبير، وأيضا مع حالتها الصحية، وتم تداول مقطع فيديو قديم لإله عم تحكي فيه عن وضعها الصحي على السوشيال ميديا. ولكن مع كل هذا التعاطف كتار من الأشخاص المقربين من النجمة قالوا أنه حالتها أصعب بكتير من يلي هي عم توصفه. طبعاً للأشخاص يلي ما بيعرفوا، متلازمة الشخص المتيبس هي اضطراب عصبي تقدمي نادر بسبب تيبس بعضلات الجذع وذراعين والساقين أيضاً، وبيأثر على 1 من أصل مليون شخص. آخر أخبار جولتي لليوم وآخر لوجين على إنستغرام. تداولت منصات عديدة عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو كانت التقطته كاميرات المراقبة وتم نشره على نطاق واسع من باب الفكاهة. الفيديو بيظهر مداعبة أو ملاعبة لص مثل ما تم وصفه لكلب حراسة بهالمكان يلي عم بنشوفه حالياً حسب الأخبار يلي انتشرت. فأثناء عملية السرقة صار اللص يلاعب الكلب بطريقة لفتت أنظار الكل،
ولكن الملفت للنظر أكثر وأكثر هو تفاعل رواد مواقع السوشيال ميديا يلي قالوا أنه لو ما كان اللص كنت رح أسرق الكلب، وأشخاص قالوا أنه ألطف لص على الإطلاق. الكلب عم بيودع السارق ويوصله للباب. هي واحد من الكومنت أنه كرمال يطمن عليه وأنه مشي بالسلامة، ولكن لدقيقي الملاحظة هاد ما له كلب حراسة، هاد كلب منزلي أليف وواضح جدا من خلال تصرفه مع هاد الشاب، وهو من النوع يلي بيحب اللعب. وأشخاص قالوا أنه الغلطة على صاحب المكان إذا ثبت لاحقا أنه عملية سرقة، لأنه كتار قالوا أنه مين قال أنه جاي يسرق لابس خوذة أو خوذة لركوب الدراجات، يعني طالع ببسكليته من داخل الكراج لبرا، ليش عملتوه وقصة سرقة؟ وللأمانة إذا نحكي واقع فهو صحيح، كلب بيت وعادي شاف إنه شخص بوجهه بشكل طبيعي، مانو لا لابس ماسك ولا شكله شكل سارق، وبلش يلعب معه ويلعبه. يعني أنا بالنهاية حأترك لكم الحكم على هالمقطع الفيديو اللي مرق وشفناه كلياتنا، ودايما تحت تأثير البنج ممكن يطلع معنا حكي شروي غروي، وممكن كل شيء بقلبنا مخبينه نقوله من بعد العملية ومن بعد البنج. ولكن من أجمل الفيديوز وبإجماع الكتار من رواد السوشيال ميديا هو الفيديو يلي حنشوفه حاليا لشاب فاق من البنج وهو عم بيغني لأمه. أمي جن الله يجود، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أكون، أمي دنيا وبيها طول، أمي دكتورة ودواء، أمي عز من الهوى، أمي ما تعرف حقه، أمي أحلى من الوري، أمي دكتورة ودواء، أمي عز من الهوى، أمي ما تعرف حقك. يعني مع هذا الفيديو المهضوم والعاطفي بنكون وصلنا لنهاية جولتنا اليوم من لوجين. أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار والفيديوز والقصص الترينت يلي عم بيشوفوها على السوشيال ميديا، ببساطة بتقدروا تفوتوا على صفحة لوجين أو حتى على صفحة قناة سماء الرسمية وتتركوا لنا كل الكومنتس والأفكار والأخبار والفيديوز والقصص يلي حابين نحكي فيها وعنا. أنا هي كانت حلقتي لليوم، وهدول كانوا كل أخباري. موعدي معكم بيتجدد بكرة إذا الله راد بنفس التوقيت على شاشة سماء الفضائية، ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.